السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب مدارس المنتزه الخاصة وطلاب الصف الرابع الابتدائي، معاكم مستر سعيد المغربي. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض تدريبات على المهام الأدائية. تعالوا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. أول مهم عندي يا أولاد بيقول لي أكتب تقريرا عن رحلة. طيب، وإحنا اتفقنا قبل كده إن تقرير الرحلة ده عبارة عن بحكي ملخص للرحلة اللي أنا طلعتها. يعني هنتخيل مع بعض إن إحنا طلعنا رحلة، في الرحلة دي لازم لما أجي أحكيها لأي حد من زمايلي أو أحكيها مثلا لبابا أو ماما في البيت هعمل إيه؟ لازم هقول اللي حصل معايا، يبقى لازم هلاقي فيه زمان، الوقت اللي أنا طلعت الساعة الفلانية، لازم هلاقي مكان، المكان اللي أنا روحته، لازم هلاقي التفاصيل، إيه اللي حصل معايا، رحنا المنطقة الفلانية وصورت كذا وكذا وكذا. طيب، عندي حاجة اسمها رأي إيجابي، إيه اللي عجبني في الرحلة، وعندي حاجة اسمها رأي سلبي، إيه اللي ما عجبنيش في الرحلة أو الحاجة اللي أنا اتضايقت منها، وفي النهاية بقول مقترح ليه عشان يخلي الرحلة بالنسبة لي أفضل المرة اللي جاية. طيب، هنا مديلي الحاجات دي وأنا المفروض إن أنا هبتدي أكتب حكاية. طيب، هنا مديني الزمان إيه؟ بيقول لي يوم الأحد 27 مارس. طيب، الذهاب كان الساعة 10 صباحا والعودة الساعة 1، يبقى هو اداني كده زمان، اداني يوم واداني ساعة ذهاب واداني ساعة عودة. طيب، المكان قال لي المكان بتاعي مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة. طيب، التفاصيل بتاعتي ايه؟ زيارة بقايا الحصن الروماني والكنيسة المعلقة والمتحف القبطي والمعبد اليهودي وجامع عمرو بن العاص، يبقى دي التفاصيل بتاعتي. طيب، رأيي الإيجابي بتاعي إن استمتاع بزيارة مكان له أهمية تاريخية ودينية كبيرة، جعلها قبلة للسائحين من مختلف أنحاء العالم، حيث يوجد بها أهم دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة، يبقى دي إيه الرأي الإيجابي اللي هو مديهوني. طب، الرأي السلبي إيه؟ عدم مشاهدة جميع معالم مجمع الأديان لقصر فترة الرحلة، هنا ده الحاجة اللي هو مش عاجباه إن معرفش يشوف كل المعالم عشان الرحلة كان وقتها قصير. طب، الاقتراح بتاعه ايه؟ تكرار مثل هذه الرحلات والتشجيع عليها حتى يتسنى لنا ان نعرف المعالم الثقافيه والحضاريه والتاريخيه في بلدنا، ده الاقتراح بتاعه. طيب، هنا هو مديني الاجزاء دي، فانا المطلوب مني ان انا هعمل ايه؟ هجمع الاجزاء اللي قدامي دي وهحكي انا حكايه. طب، انا مستر مش بعرف احكي حكايه، لا، هنتخيل مع بعض كده ان المكان اللي هو كاتبه لي ده انا طلعت فيه رحله، هحكي ازاي بقى؟ تعالوا بينا دلوقتي نعرف هنكتب ازاي. بعد ما عرفنا ولاد الاجزاء اللي هو عطياني هعمل ايه بقى؟ هبتدي اكتب التقرير بتاعي. هقول مثلا ايه؟ جاء اليوم الذي كنت انتظر، يوم الاحد 27 مارس، استيقظت باكرا جدا وانا اشعر بسعاده غامره، وتناولت الافطار مع اسرتي وركبنا سياره ابي وانطلقنا ووصلنا الى وجهتنا مجمع الاديان بمنطقه مصر القديمه في الساعه 10، وقمنا بزياره بقايا الحصن الروماني والكنيسه المعلقه والمتحف القبطي والمعبد اليهودي وجامع عمرو بن العاص. استمتعت كثيرا بزيارة مكان له أهمية تاريخية ودينية كبيرة، جعل مصر قبلة للسائحين من مختلف أنحاء العالم، حيث يوجد بها أهم دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة. أقترح على أبي أن نكرر مثل هذه الرحلات ونشجعها حتى يتسنى لنا أن نعرف المعالم الثقافية والحضارية والتاريخية في بلدنا، لكنني لم أستطع مشاهدة جميع معالم مجمع الأديان لقصر فترة الرحلة، حان وقت العودة للبيت الساعة 1 ظهرا. طيب، احنا هنا عملنا ايه يا ولاد؟ هنا احنا عملنا حكاية بس استخدمنا الحاجات اللي هو مديهاني، يعني استخدمنا الزمان يوم الحد 27 مارس، وعند الساعة 10 اللي هي البداية بتاعتنا، والعودة كانت الساعة 1، قلنا التفاصيل بتاعتنا اللي احنا زرنا بقايا الحصن الروماني والكنيسة المعلقة وهكذا. قلنا الرأي الإيجابي، قلنا الرأي السلبي إنه لم يستطع مشاهدة جميع المعالم بسبب قصر فترة الإيه؟ الرحلة. يبقى هنا بالنسبة للرحلة أولاد لما يديني أجزاء معينة، دي أجزاء أساسية زي الزمان زي المكان زي التفاصيل زي الرأي الإيجابي زي الرأي السلبي، الحاجات دي كلها دي البنود الأساسية بالنسبة لتقرير الرحلة. خلاص؟ طيب، تعالوا بينا نخش على المهمة التانية. المهمة التانية يا ولاد بيقول لي هنا اكتب لوحة إرشاد بتحث فيها زملائك على ترشيد استخدام الماء فيما يتراوح عدد الكلمات من 50 ل 100 كلمة. طيب، أنا عندي هنا يا ولاد قلنا لوحة إرشادية، لوحة إرشادية يعني هتكلم فيها عن ثلاث حاجات، لازم هقول عنوان، لازم
هيكون في مقدمة بعد كده إرشادات. يبقى اللوحة الإرشادات بتتكون من كام حاجة؟ 3 حاجات: عنوان ومقدمة وإرشادات. دي 3 حاجات اللي أنا لازم أستخدمهم ولازم أتأكد إن أنا استخدمتهم في المهمة بتاعتي. طب هو عايز مني إيه هنا؟ عايز إن أنا أعمل لوحة بنصح فيها زملائي على ترشيد استخدام الماء. طيب يبقى أنا هتكلم عن المية وأهميتها. طيب أول حاجة هستخدم العنوان. فين العنوان هنا؟ هقول له الماء سر الحياة. يبقى أنا كده طبقت إيه؟ العنوان. طيب طبيعي جدا قبل ما أتكلم مع أي حد عن أي موضوع لازم أمهد، لازم أقول جملة كده إيه بفتتح بيها الكلام، لازم أعرف اللي قدامي أنا هتكلم في إيه. فهقول حاجة اسمها مقدمة زي إيه: الماء هو سر الحياة وضروري لنمو النباتات، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون ماء، بدون ماء لن توجد حياة على سطح الأرض، يجب علينا الحفاظ على الماء وترشيد الاستهلاك، يجب مراعاة الآتي. يبقى أنا كده قلت مقدمة وفي نفس الوقت قلت البداية اللي أنا هبتدي فيها هتكلم عن الإرشادات. يبقى أنا أول حاجة قلنا في عنوان، تاني حاجة مقدمة، بعد كده هقول إيه الإرشادات بتاعتي. طيب إيه المفروض إن احنا نعمله عشان نحافظ على المية؟ أول حاجة رقم 1 اقفل صنبور المياه عند الحلاقة أو عند تنظيف الأسنان. رقم 2 اقفل صنبور المياه عند فرك الشعر أو الجسم. رقم 3 استعمل مستوى المياه المناسب في الغسالة، إذ أن إكثارك من المياه لا يعني نظافة أكثر. رقم 4 اغسل الخضار والفاكهة في الحوض بعد تعبئته ولا تغسلها بترك المياه جارية من الصنبور. دي كده هو مديني ارشادات، الارشادات دي انا المفروض ان انا اطبقها. يبقى انا هنا عندي اللوحة الارشادية طبقت فيها 3 حاجات: عنوان، مقدمة، وارشادات. وبكده ولاد نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، استنوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.